هذا وقد أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومن المقرر أن يتوجه أردوغان بعد الكويت إلى الدوحة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد عقد في قصر السلام بجدة يوم أمس جلسة مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله. ووصل أردوغان إلى جدة في إطار جولته الخليجية التي تستمر يومين للتوسط في حل الأزمة مع قطر.